على وجوده اللي بسبب وجوده نحن موجودين. شكرا للرب اللي يوفقنا الهدف والسبب والدافعين. شكرا للرب المعطي. شكرا للرب المعزي. أمسي مميز أحبائي. بداية أهلا بكم في البيت المقدس، المكان المقدس، مكان العبادة. أهلا وسهلا في وسط أخوتكم وأخواتكم. إن كنت زائرا أهلا بك، وإن كنت عضوا فالرب يبارك الجميع. أمسي مميز الكنيسة كأفراد وكجماعة تقف إن كان حاجة لحمل منديل لمسح الدموع فالكنيسة تحمل المنديل لمسح دموع أخونا فؤاد وأسرته بسبب حزن الفراق وافتقاد المرحوم هاني أخوه هاني. أكيد كل واحد منا إما فقد أخ فقد أخ فقد قريب. أنا فقد أخ فبقدر فقدان الأخ. رب يعزيك وعزي أسرتك. ونشكر الله يعني إذا كان لابد أن الإنسان يبحث عن مكان يشارك فيه أحزانه ففيش أفضل من هيك مكان مع أخوته مع أخواته مع أصدقائه في الناس اللي بيشاركوا العبادة. وحقيقة مفيش أفضل من هيك مكان. وستترك يا عزيزي المكان أنت بتحس لو عطوا الفراق من هنا، ولكن أيضا بهجة الحقيقة بأنه أخوك في راحة وأيضا إخوانك وأخواتك والمعزين لك. فأقبل منا جميعا باسم المسيح المحبة والتعزيز. لازم أحكي لكم قصة قصيرة. في القصة بنفع الليل خدمتنا متعددة، رح نعمل فيها 4 ترانيم وأخونا جوزيف الحايك اليوم كمان يشاركنا. لكن قصة قرأتها مؤثرة للغاية ولطيفة جدا. المؤلف غير معروف. يقال إنه في أب مع ابنه عندهم اهتمام كبير جدا في إنه بيجمعوا لوحات فنية من التراث الفني العالي. وفلوس موجودة فامتلكوا قطعة فنية مميزة. الابن اجى عليه ظرف إنه راح إلى فيتنام في الخدمة العسكرية. أثناء وجوده في الخدمة هناك قتل. بعد فترة قصيرة بيجي شخص على باب الأب في إحدى الولايات وبيكون معاه حامل صندوق كبير. طرق الباب سمع الجواب. قال يا سيدي أنت لا تعرفني ولكن أنا أعرف ولدك الذي قتل في الحرب، وهذا الصندوق في داخله هدية. في داخل الصندوق هذا إلك. فتح الصندوق وجد بالصندوق صورة ابنه. صورة جميلة جدا وكأنها تنطق ليس فقط في الجسد خارجا وإنما في كل الشخص، يعني محتوى الأخلاق والوجه الوديع إلى آخره. بكى الأب وربما انتحب الأب على فقدان ابنه، لأن القصة بتقول ما فيش أكثر من شهرين مروا. وأخذ الصورة وحطها في سطر البيت، تربعت على كل اللوحات اللي في البيت. بعد فترة إجت وتوفى الأب، فأعلنت العائلة على إنه راح يكون هناك في أوكشن. شو بالعربي نسيتها كلها؟ مزاد علني. فقالوا إنه بده يصير هناك مزاد. لما سمعت الناس قالوا إنه هذا مزاد مميز لأنه الأب معروف بثراءه وتجميعه للأعمال الفنية، فبالتالي بدنا نروح لعنا نشتري شيء كويس. تجمعت الناس وتخيلوا في هذا المكان وبدأ الشخص اللي يعمل في المزاد. أول لوحة فنية قدمت للعمل في المزاد هي صورة الإبل. طبعا يحكي 100 200 إلى آخره ما حدش يرد. بعد فترة اللي بيطلع واحد من خلفه كله إن الصورة ما بدنا إياها، بدنا العمل الفني الرائع اللي بنستنى فيه قطعة مشهورة إحنا بنعرف إنه الأسرة تمتلكها.
المسؤول عن المزاد ما اكترفش وما اهتمش. بعد فتره اجى تنمر ايضا من شخص اخر، لا نريد شراء صوره ولد او صوره شخص، بدنا اعمال فنيه. في الاخير بيطلع صوت من الخلف ايضا بيقول 10 دولارات. ليس لانه الصوره لا تساوي العشره، وانما لا املك اكثر من ال10 دولارات. انا البوسبنجي اللي كنت اشتغل في حديقه الاب وبعرف الاب والابن. طبعا المسؤول في المزاد اعلن مين بيدفع اكثر من 10. كان هناك صمت. تعرفوا شو بيعمل بالمزاد؟ بيعت. بعد ما باع اللوحه ب10 دولارات سكر الميكروفون وانسحب المسؤول في المزاد. ضجوا الناس، ليش بتعمل هيك واحنا جايين لمزاد لوحات فنيه؟ قال لهم انا غفلت تفصيل بسيط. الوصيه التي تركها الاب تقول من اشترى صوره ابني ياخذ كل اللوحات مجانا. انتهى المزاد. لما قرات القصه انفعلت، وحقيقه مش قصتنا احنا كمسيحيين؟ قصتنا كمسيحيين بنبحث عن الفن العالي المنمق اللي له بريد، وبننسى الصوره البسيطه التي تملك كل المحتوى. يا رب يبارككم جميعا. خلونا نبدا بالصلاه. أبانا السماوي، شكرا لأنك تمنحنا موهبة المحاربة، كتابة القصة والشعر الترانيم العظة، تمنحنا الأخوة وتدعونا بأسمائنا وتخلق من أجلنا كل المناسبات الحلوة. بإسمك نرتقي وبإسمك نشكر وبإسمك هذا المساء نعبد. بإسم المسيح بكل ثقة ورجاء، آمين. نقترب من عرشك الترنيمة الأولى. تفضلوا من يستطيع القيام. Thank you.
Thank you.
ماشيين يعبوا بهدى. Thank you.
مقطع على دولة النعمة. انتوا بتعرفوا ان احنا بنعيش ايام الاولمبيكس. شوفوا في 35 40 ثانية قصة أثر عظيم جدا. شباب تنين أصدقاء، واحد منهم اتدرب مشان يعمل مسابقة في الألعاب الأوروبية، فبيروح على إحدى بعك السباحة في أمسي ووجد إنه ما حدش رايح ينافسني، فبدي أطلع أستغل الوقت التدريب أكثر فأكثر. دخل على البركة طبعا مسكرة، ولكن من فوق في منفذ بلاستيكي شباك في إضاءة كافية. فطلع الشاب هذا وبدأ بحط في حاله بده ينزل بالمي. في تلك اللحظة بيشوف الظل تبعه على الحائط، بيشوف شكل صليب. الآن بسبب يعني لأنه في إشي في الكنيسة يبدو انعكس مع الضوء، أعطى ولما وقف بإيديه هيك فطلع كأنه صليب. باستمرار هذا صديقه يحكي له كون كويس وابن إيمان والآخري، وهو يضحك ذلك جانبا وكأنه مسخرة. لما شاف هيك حس برجل وبوهله، فانحنى وركع وصلى لأول مرة. في تلك اللحظة دخل واحد شاب الأبواب البيت. البيت كانت فاضية وكانوا مفضينها مشان يجددوا المي. حتى لو القصة خيالية ذات معاني جميلة جدا، لولا نعمة يا الله، لولا نعمة.